بدأ خريجون عسكريون مبتعثون للدراسة في روسيا وقفات احتجاجية تنديدا بتجاهل السفارة اليمنية في موسكو مطلب إجلاء العالقين وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. وبحسب مصدر طلابي فإن الشرطة الروسية اعتقلت 5 من الضباط اليمنيين الذين أنهوا دراستهم في جامعات عسكرية روسية خلال احتجاجهم يوم الثلاثاء أمام السفارة اليمنية في موسكو بعد استدعاء السفير أحمد الوحيشي إياها. وقال المصدر إن السفير الوحيشي أمر بإغلاق السفارة ورفض التجاوب مع مطالب المحتجين أو الرد على أي اتصالات تطلب الحديث معه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا أنور السفياني الملحق الإعلامي برابطة الطلاب بروسيا. سيد السفياني أهلا بك، يعني ضعنا بداية في تفاصيل هذه الوقفة الاحتجاجية للخريجين العسكريين وما يعني رافقها من ظروف. أهلا وسهلا، شكرا لكم على تسليط الضوء على معنا الطلاب اليمنيين في الخارج. ما حدث لم يكن يعني مخطط للاعتصام او للوقفات الاحتجاجيه، كل ما تم ان السفير احمد سالم الوحيشي والملحق العسكري قاموا باستدعاء الطلاب اليمنيين الخريجين العسكريين من عده مدن بساعات بثمان ساعات واكثر للسفر الى موسكو من اجل اجلائهم، كان ذلك يوم 8 وسيتم الإجلاء يوم 9، لكن وصلوا إلى موسكو إلى بوابة السفارة لم يجدوا أي تجاوب، ذهبوا إلى هناك للحديث أنتم استدعيتمونا إلى هنا هل سيتم الإجلاء أم لا، قالوا لهم تأجل الإجلاء. ووقف الضباط الخريجين أمام بوابة السفارة لكن لم يروا أي تعاون أي تجاوب، أغلقت السفارة وقام السفير باستدعاء الشرطة الروسية لزج الطلاب في السجن. وهذه يعني لم تكن وليدة اللحظة، بل في العام الماضي قام باستدعاء الشرطة الروسية للضباط إلى داخل مبنى السفارة اليمنية، وهذه تصرفات مستمرة ولا نعلم ماذا يريد السفير أحمد سالم الوحيشي من خلال هذه التصرفات أو ما الهدف منها. في طبيعة الحال الطلاب العسكريين موجودين في لليوم الثالث لحد اللحظة وتحت أجواء المطار متواجدين أمام بوابة السفارة حتى الآن. نعم. طيب هل تواصلتم مع يعني أطراف في وزارة الخارجية يعني وشرحتم لهم هذا الموقف الغريب يعني من السفارة اليمنية في موسكو؟ نعم، أصدرنا بيان وتم التواصل مع كل الجهات من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية وكل المعنيين في الداخل. قلنا لهم هل يريد السفير أحمد سالم الوحيشي بهكذا تصرفات رعناء إن صح التعبير أن يجر هؤلاء الطلاب العسكريين نواة الجيش الوطني إلى البحث عن 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 جهات أخرى؟ هل هذه الشرعية التي يعني يأمل هؤلاء الطلاب هؤلاء الضباط العودة إلى البلد لخدمة الوطن بدل من أن يكسبهم إلى صف الشرعية بهكذا تصرفات يعمل على جرهم إلى 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 يعني أماكن أخرى نحن في غنى عنها؟ للعلم تم اليوم تقديم عدة مقترحات، من ضمنها قام الوزير المفوض الدكتور عبد الباري باكر في سفارة بلادنا في موسكو والملحق العسكري. نعم، إذا نشكرك أنور السفياني الملحق الإعلامي برابطة الطلاب اليمنيين في روسيا.